اهرب، لأنه إذا كانت عيناك مرعوبتين من منظرها فسوف تحولك إلى حجر بأسنان بارزة وضفائر شعر على شكل ثعابين صغيرة ورأس مقطوع لا يزال يتدفق بالدم. تم التقاط هذه الصورة في اللحظة التي تدرك فيها أن روحها قد انفصلت عن جسدها. إنها بالطبع ميدوسا. هذا ما قاله الشاعر غاسابري مورتولا في القرن السادس عشر. كان موضوع الصورة مهيبا ومروعا. لوحة من تصميم كارافايغو نقشها على جدران غاليري أوفيزي في فلورنس. الوحش الذي يمكن أن يحول أي شخص إلى حجر بنظرة واحدة. وفي حين أن مجموعة متنوعة من الوحوش الأسطورية جذبت المشاهدين على الشاشة الكبيرة، ومع ذلك لا يوجد شخصية نسائية تتمتع بشعبية مثل ميدوسا الوحش المظلوم أو القبيحة. من هي ميدوسا؟ وكيف تحولت للقبيحة؟ كانت ميدوسا آلهة يونانية عذراء تتمتع بجمال ساحر ومعروفة بنقاوتها، الأمر الذي جعل كل رجل يشتهيها. وبعد أن اكتشفت أثينا إله الحكمة والحرب أن ميدوسا أرغمت على ممارسة الجنس مع إله البحر بوسيدون في معبدها المقدس، قررت تحويل هذه الأنثى الجميلة إلى مخلوق بشع. فقد حولت شعرها الكثيف إلى ثعابين متلوية، وأصبح جلدها أخضر اللون وعيناها ثاقبتين، لدرجة أن من ينظر إليها يتحول تلقائيا إلى حجر. وبالتالي أصبحت ميدوسا من أكثر المخلوقات إثارة للرعب في اليونان القديمة، وكان الجميع يتجنبها، الأمر الذي قادها إلى الفرار والاختباء في إحدى الجزر. وبعد وقت قصير من اختبائها في الكهف، قام بيرسيوس البطل الإغريقي والملك ابن الملوك بلعب دور البطولة من خلال قطع رأس ميدوسا وتقديمه لأثينا التي قامت بوضعه على درعها كنوع من الحماية. يمكن أن نسلط الضوء على شجاعة بعض النساء ودورهن الفاعل في إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهن، واتخاذ العبرة من الأساطير القديمة، سواء أكانت روايات حقيقية أم أساطير خالدة. وبالرغم أن أقصر مسافة خط جوي بين إيطاليا واليونان هي 879 كيلومتراً، اتخذ جياني فيرزاتشي المصمم الإيطالي ميدوسا كشعار لشركته.